أنا عايز أعرف هناك بيه، أنا جاي هنا ليه؟ أنت جاي هنا بتأدي وجبك، جاي تشتغل. أشتغل مع مين هناك بيه؟ مع شوية همج؟ نازلين ضرب وقتل في المدنيين العزل والأطفال، وتقول لي أشتغل؟ إزاي أعزمهم على حفلة؟ هستقبلهم بأي وش؟ إزاي أسلم عليهم وإيديهم لسه دمنا فيها؟ إزاي يا نجيب بيه؟ شوف يا كمال بيه، معلش تسمح لي يعني، أنا أكتر منك خبرة. السياسة ما فيهاش مواقف ثابتة. الشيء الوحيد الثابت هو قناعتك أنت الشخصية. إنك تشتغل وما تأثرش. بص، إسرائيل دي كيان صغير قد كده. إحنا اللي كبرناها وعملنا منها هالة كبيرة. أنا عشت مع الناس دي وعشرتهم كويس. اللي موقف إسرائيل على رجليها فكرة التحدي والمواجهة مع الشعوب العربية. أنا مش قادر أفهم أنا جيبيه. حضرتك متصور إن إحنا لو طبعنا العلاقات معاهم وتعاملنا معاهم بكل ود، إسرائيل دي هتوقع. اوعى تكون فاكر ان المعركة اللي جاية معركة الصواريخ والدبابات. لا، المعركة اللي جاية معركة نفسية وحضارة واقتصاد. اللي هيشتغل اكتر هو اللي هينتصر في الاخر. والناس اللي قدموا حياتهم وارواحهم في الحروب اللي بيننا وبينهم، الشهداء يا ناجي بيه، ننساهم؟ مين قال ننساهم؟ احنا مكملين بس بطريقتنا، وكل وقت له أدانة يا جمال بيه.